بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نحل الشيت المحطات البخارية. طلاب شوية هذا الشيت مهم، راح يعني أعلمكم على شغلات مهمة. أول سؤال، تقريبا نفس الأمثلة السابقة اللي أخذناها، بس هذا السؤال يعلمك كذا مثلا التوربين الكوندنسر بكفاءة شلون راح تتعامل وياه. أول شيء، steam power plant operate between boiler pressure 42 بار وكوندنسر بريشر شقد 0.036 بار. كالكوليت سايكل افشنسي، من قال لك هذه كلها راح نطلعها. الورك ريت سبيسيفيك ستيم كونسبشن، الام دوت، ورك التوربين، ورك البامب، كلهن لازم نطلعهم. هاي العملية يريدها في حالة شنو هو؟ رانكن سايكل وذ دراي ساتوريتد ستيم اد انتري تو ذا توربين. يعني شنو؟ انت تشوفوا هنا انا مطيق فقط برجر، وش مطيق؟ ما مطيق درجة حرارة على مود تطلع بقية الخواص من الستيم تيبلز. معناها شنو؟ بس مطيق هنا انا شنو هو؟ جاست دراي ساتوريتد. يعني شنو؟ راح نروح للساتوريتد، عد هذا الضغط راح ناخذ الخواص مالته. والنقطة الثانية شو يريد؟ وين اكسبانشن بروسيس هاز كفاءة 80%، مطيق كفاءة توربين 80%. راح نطلع هذن كلهن عندن الحالتين. شوية انتبهوا علي. هذا أول شيء راح نرسم السايكل، بام بويلر توربين كوندنسر. راح نرقم من ورا البويلر مثل ما اتفقنا، 1 2 3 4. راح نرسم التي اس دايجرام. شوفوا عد نقطة رقم 1 عند دخول التوربين، النقطة وين قلنا أول شيء؟ جاست دراي ساتوريتد، راح توقع وين؟ على الخط. ما طول النقطة واقع على الخط، إذا النقطة الثانية أكيد ما طول هي جاست دراي ساتوريتد، ما معقولة تصير سوبر هيت. فإذا وين تصير؟ تصير داخل، فما راح نختبر الثنين، وحتى لو تختبرها راح تصير وين؟ داخل الساتوريتد. راح اول نبدا بالحل. عند ضغط 42 بار، عند ضغط 42 بار ايش راح نقول؟ عند ضغط 42 بار راح نحوله للميجا باسكال، راح نضربه في 10 اس 5 ونقسمه على 10 اس 6، راح يطلع لنا بالميجا باسكال. ليش؟ لانه الستيم تيبلز كلها بالميجا باسكال. راح اطلع الاتش 1 والاس 1، هاي شنو هو؟ جاست دراي ساتوريتد. معناها شنو؟ عدل عدها الساتوريتد، عدل 0.036. راح نطلع البي اف. ليش طلعنا البي اف؟ لان الاتش 3 هو نفسية البي اف 2، تمام لو لا؟ وراح نطلع من عده البي، راح نطلع من عده الاس 1، راح يكون اقل من الاس جاز، اذا هو ساتوريتد. وهذا مثل ما قلت لكم بالبدايه، ما طول النقطه رقم 1 جاست دراي ساتوريتد، اذا النقطه رقم 2 اكيد هي ساتوريتد. فزياده بالتاكيد سوينا اختبرنا، وراح نطلع الاكس، ومن الاكس راح نطلع الاتش 2. الاتش 4 راح اطلعها منين؟ من شغل البامب مثل ما تعلمنا بالامثله السابقه. شغل البامب يساوي لي في اف 3 في 4 ماينس بي 3، هاي عندي هذا 42 وهاي 36، والبامب طلعت الشغل من دبليو نت دبليو توربين، ناخذ دبليو بامب، والورك ريت اللي هو دبليو نت على دبليو توربين طلعناها. هذني كلهن عندك علما. اذا عندي في حالة الكفاءة 80% معناها انه الاس 1 ما راح يساوي لي الاس 2، اكو عندي كفاءة توربين اللي هي صار شنو هو؟ 2 داش. من صارت 2 داش، اذا كفاءة التوربين شو تساوي لي؟ اتش 1 ماينس اتش 2 داش على يمن على اتش 1 ناقص اتش 2. هاي الكفاءة تساوي لي شقد؟ 80%. هنا من جه سويتها شنو هو؟ عندي كل المعلومات نفس الحل السابق ما عدا شنو هو؟ الاتش 2 داش. هذا الاتش 2 داش راح استخدمه بمن؟ بشغل التوربين. شغل التوربين بعد مو اتش 1 ماينس اتش 2، لا
H1 minus H2 dash. ونفس العملية السابقة راح تنعاد. انه نطلع الكفاءة ونطلع specific steam consumption.